نورس راديو 93.5 FM. يسألني ونحن في غربتنا: من أي أرض أنت؟ قلت: إنني من بلد الطيبين، تبصر في عيونهم جذور زيتون وليمون ونخل وتين، وفوق ذرات ترابهم تشم طيب من مر من المرسلين. وفوق ذرات ترابهم تشم طيب من مر من المرسلين، وعندما تأتي إليهم يفرشون بالشذا دربك والياسمين، ويضحكون والأسى بين الحنايا دفين، ويذرفون دمعهم من شدة الحب وفرط الحنين. يسألني ونحن في غربتنا: من أي أرض أنت؟ قلت: إنني من بلد الطيبين، تبصر في عيونهم جذور زيتون وليمون ونخل وتين، وفوق ذرات ترابهم تشم طيب من مر من المرسلين، وعندما تأتي إليهم يفرشون بالشذا دربك والياسمين، ويضحكون والأسى بين الحنايا دفين، ويذرفون دمعهم من شدة الحب وفرط الحنين، ويقهرون القهر يرفضون ظلم السنين، ويحفظون أرضهم وعرضهم، ويبذلون كل غال ثمين. قاطعني وقال لي عن يقين: إنك من فلسطين. نورس FM.